وهذا دعاء خاص للمرحومة زهراء رائد من دية شفاء أمرك رحمه الله. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها، اللهم كلها من مواطن الدود ومن ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم احمها تحت الأرض واسترها يوم العرض، ولا تخزها يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها، وثقل بالحسنات ميزانها، وثبت على الصراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنان بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم أمنها من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنة مطمئنة، ولقنها حجتها. اللهم اجعلها في بطن القبر مطمئنة، وعند قيام الأشهاد آمنة، وبجود رضوانك واثقة، وإلى أعلى درجاتك سابقة. اللهم اجعل عن يمينها نورا، اللهم اجعل عن يمينها نورا حتى تبعثها آمنة مطمئنة في نور من نورك. اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا. اللهم أسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا رحمن، وارحمها يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم. اللهم اعف عنها فإنك القائل، ويعفو عن كثير.